لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. كتير جدا شفنا من الفنانين بعد موضوع المعاش والاكاديميه، فانت بس تقول لهم ايه كمان على الدعم الرهيب ده كله؟ يعني احنا موجودين حتى اخر لحظه، حتى اخر نفس، ربنا يقدرنا ونخدم زملائنا، وما اسعد هذه اللحظه ان احنا نقدم خدمه لزملائنا. ليا سؤال اخير يا دكتور اشرف، طبعا بعد كل جنازه طبعا بنفتقد فيها نجم كبير لينا، بنلاقي جدل كبير على السوشيال ميديا، الصحافه تصور ولا ما تصورش؟ انت ايه رايك؟ لا انا رايي ان الزحام والدوشه مش جايه من الصحفيين، الصحفيين دول اصدقائنا وحبايبنا وعارفين بعض كلنا وبيلتزموا، الدوشه جايه من ناس دخلاء بالموبايل داخله تحت شعار احنا صحفيين، هي دي المشكله. انما ما انتوا اصحابنا، واحنا في حد يا جماعه في المجال الاعلامي احنا ما نعرفوش؟ في حد في مجال الصحافه؟ كلهم اصحابنا، ولما بنقول لهم حاجه الناس بتلتزم. وعايز اقول لولاكم ما كنا، يعني انتوا شركاء النجاح يا جماعه، انتوا شركاء النجاح. احنا ندين بالفضل للاعلام والصحافه في مصر، الاعلام العظيم والصحافه العظيمه اللي تاريخ كبير، الاهرامات رمز للصحافه والاعلام في مصر. واشكركم وبحبكم.